هذا فضاء يضم مدارس عليا ومعاهد عليا وجامعات، مجموعة من تخصصات، وعلى الطالب يعني أن يفكر قبل أن يقرر، يفكر في مستقبله، يفكر في التوجه الذي سيخدم هذا المستقبل. والمعهد العالي للصحافة والاتصال هنا بمدينة الدار البيضاء يعني عنده اختيارات عديدة بالنسبة للطلبة، سواء الحاصلين على شهادة البكالوريا أو اللي عندهم مستوى البكالوريا فقط، اختيارات متنوعة كالتحرير، الإلقاء، التقديم، المونتاج، الصوت، الإخراج، الكاميرا إلى غير ذلك. وكما قلت المعهد يفتح ذراعيه لهؤلاء الطلبة والطالبات من أجل مستقبل يخدم مصالحهم. كنعرفوا أن مهنة المتاعب أو صاحبة الجلالة أو مهنة الصحافة هي الآن هي مهنة المستقبل. كنعرفوا الثورة الجديدة في عالم التلفزيون وكذلك في العالم الرقمي وكذلك في عالم المواقع الإلكترونية، فيعني الباب مفتوح للطلبة من أجل ضمان مستقبل في هذه المهنة التي تعتبر كما قلت مهنة المتاعب وصاحبة الجلالة والسلطة الرابعة. وأعتقد أن الطالب عليه أن يختار قبل أن يقرر، إذا كان عنده ميول للصحافة أو مهن التلفزيون فالمعهد يعني يفتح ذراعيه لكل طلبة اللي عندهم هذا الميول هذا.